قال عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال عز وجل عن الصحابة: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. قلبك هذا احرص عليه، احرص على هذا القلب، على أن تملأه تعظيما لله وخشية لله وحسن ظن بالله، وأنك ترغب أن ترضي الله وأن لا تقع في مساخط الله. هنا إن أتت المصيبة أعانك الله. تعظيم القلب لله عز وجل ونقاء السريرة وما شابه ذلك يحتاج إلى علم شرعي، لابد أن تتعلم العلم الشرعي. فإذا اطلعت على نصوص تدل على عظمة الله عز وجل وعلى رحمة الله، وحتى على ما وقع للسلف رحمهم الله من قضايا، أم سليم لما افتقدت ابنها وماذا صنعت مع أبي طلحة، يعني هذا موقف. لما تقرأ هذا الحديث وهذه القصة، هذه ما تزيدك امرأة وتصنع هذا الصنيع، هذا يزيدك. لما تقرأ وتمعن النظر باستمرار: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لما تقرأ من أن هذه المصيبة ستنساها لا محالة، وكنت نسيا منسيا، إني لأعلم أناسا من الأقرباء، من حيث الظاهر، ولا أنا أعرف النصوص الشرعية وضحت أن الإنسان ينسى مع المصيبة، لكن بعض الأشخاص تقول يبعد أن ينسى هذا الإنسان أباه أو ينسى أمه من العلاقة الحميمة بينهما. ما تتصور، ومع ذلك مضت السنوات وأعرفهم الآن، أجلس معهم ويأكلون ويشربون، سبحان الله، يعني كيف مرت تلك المصيبة؟ مرت انتهت، لكنهم لم ينسوهم من الدعاء، من الصدقة، من الخير. ولذلك كما قال بعض السلف: إنك إن صبرت وإلا سلوتك سلو البهائم. ما صنك ستسلو؟ لا، ومثل من؟ البهائم، سلو البهائم، البقرة، بل قد يفترس رضيعها أو ولدها أمامها من أسد أو ما شابه ذلك، وإذا بالأمر عادي.